طب قولي لي بقى، يعني احمد اتعاملت معاه اخر مره امتى قبل ما يتوفى؟ احمد معانا هنا على طول في الحته. يوم العيد كان معانا، يوم العيد كان معانا وكان قاعد بيلعب مع العيال، محترم محترم وكل الشارع بيحبه. لما سمعتوا الخبر احساسكم كان ايه؟ احساسنا احنا قاعدين في رعب عشانه. احنا في رعب من ساعه الموضوع ده والشارع كله في رعب. هزاره لوحده؟ ايوه. الشارع كله في رعب. ايوه. قعدوا 3 ايام يدوروا عليه وعرفوا مكان الشقه، راحوا لقوه. حاجه ما بتقيش اللي انت تشوفيها. خايفين على اولادكم من ساعتها؟ ايوه، احنا في رعب، احنا في رعب هنا. يعني والدته في حاله، في حاله صعبه جدا. حالتها صعبه، ربنا يصبرها على اللي هي. يعني فيه. الجيران بتعملوا ايه علشان تواسوها؟ احنا قاعدين معاها على طول، الله يكون في عونها في اللي هي فيه، اللي هم فيه. ضناها يعني، الضنا غالي. ايوه ضناها، ضناها ويتعمل فيه كده، كان ربنا ينتقم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. برضو معانا اخته، عايزه اعرف احمد قبل ما يتوفى او يختفي كان بيحب دايما يتكلم معاكي؟ قال لك حاجه؟ قال لك في حاجه، كنت بينام جنبي على طول، وكان بيبقى معايا على طول، وكان بيتصور معايا على طول، وكان كل اصرار معايا، وكان بعد بيض احنا. بالرغم ان هو صغير الا انك كنت تقعدي وتتكلمي معاه؟ كبير، عقله كبير وفاهمني قوي، بيخش عني بابا بيضربني، لا يقول لي ما تضربش يا بابا، دوخ معلش خاطر يا بابا. كان صغير بس راجل، راجل بصراحه، راجل وبيفهم، كل الشارع بيحب بصراحه. انا مش منه حاجه وحشه، كل الشارع حزين عشان بالله عليك. انا طالبه حق اخويا. ايه الموقف اللي مش بتنسيه ليه؟ انا ما بنساهوش عشان خاطر اخويا. بصي هو عايش كده، عايز انه عايش معايا، انا مش بعرف الامن غيره، احسن حاجه من غيره. هو اللي بيتعمل فيا كده ليه؟ ليه؟ لو انا لا يا شباب حياتنا انت قلت لك انت ما شفتيش رايحة عليكي. شفتي منظره بعد ما خلصوا عليه؟ كنت بنصور كلا حالة نفسية على فكرة، وبندخلي كلا اكيد طيوات. انت لو شفت المنظر عامل ازاي هيتعصب عليكي؟ بالله عليكم انا طالبه القصاص، طالبه القصاص. لو سمعك دلوقتي هتقولي له ايه؟ لو احمد سمعك دلوقتي هتقولي له ايه؟ اقول له ايه؟ يا لهوي ده انا افرح واصغرن، ده انا اقول له ده انا بحبك يا حبيبي. ادعي له. بدعي له بكل رحمه والله، بكل رحمه. الله يرحمك يا احمد، انا مش هنساك خالص يا احمد، انا بحبك والله، عمري ما بحب حد الا غيرك. انا تعبانه وبحتاجك معانا والله يا زين احمد اخويا، وحقه هيجي. القصاص بالله عليكم، القصاص هي مافيا، هي مافيا والله. لو تحت سرير احمد اشده كبيره، يعني كان ياخدوا اصحاب احمد ويجروه. بالله عليكم. يعني يعني هو كان كان مستهدفين اصحابه كمان؟ اه. طب كلمونا عن الموضوع ده. ايوه ايوه حضرتك. لقوا ايه بقى تاني؟ لقوا اجنده، اجنده كبيره. أيوه. عايز اقول لك لقوا دمه في الحمام، ولقوا مشنقه، ولقوا دوب اطفال في الشقه. ايوه حاجات كتيره هناك. انت نفسك ايه؟ ابوه شاف البطل. ايوه حضرتك شفت ايه؟ قول لي بقى، قول لي حضرتك. نفتح الشقه شقنا الريحه، شم الريحه، لقيت الريحه مش من عند احمد، الريحه من الشرطه اللي جنب باب الشقه.